نعرف ان هذه الانتخابات قد لعب فيها المال السياسي دورا لا يمكن قبوله بضمير وطني، ولكن الحمد لله وعي الجماهير المصرية كان اقوى من المال السياسي، والذين حصلوا على اصوات في هذه الانتخابات ونحن نحمد الله ونفخر بثقة شعبنا، الاصوات اللي جبناها وهي متقاربة مع منافسينا، احنا لنا الفخر ان احنا اصواتنا حلال لم تشترى وليست نتيجة المال السياسي.